وغادي يمشيو لسنا التحليه بالكيك، يعني كيكون عندنا الكيك شايط هذا وكنديروا حتى هو في ليفيرين. غادي نوجدوا التحليه بالفاني، يعني كناخذوا الطبقه الاولى كنديروا داك الكيك عندنا كنفرتو اولا كنقطعو وكنديروا، ومن بعد غادي نمشيو نوجدوا الكريمه الانجليزيه عادي بين سطر ديال الحليب، 4 صفار البيض و3 معالق السكر وفانيا. يعني كنطربوا هاد 4 صفار البيض مع مستطيل ديال الحليب مع 3 معالق السكر، نديرهم في كاسرون حتى كيغلى، يعني كيوصل واحد درجة الحرارة ديال الكريمة الانجليز ملي كنديرو ديك لاسباتو وكي يعني كتبان لينا الكريمة واجدة. ومن بعد كنخليو كنزيدو عليها جوج البريقات الجيلاتين مرطبين في الماء. من بعد كنخليوها تبرد على خاطرها، يعني حتى كتبرد مزيان واحد ساعة في الثلاجة. عاد كنزيدو كنطلعو دوك جوج كيسان ديال لاكريم فريش، كنطلعوهم نص طلعة وكنبقاو نزيدو عليهم هاد الكريمة الانجليزية، يعني كنزيدوها شوية بشوية حتى كتكون عندنا واحد الكريمة ليس. هاد الكريمة نقدرو نخليوها بحال هكا يعني بالفاني، وكيف ما نقدرو نزيدو عليها واحد لاكاناش ديال الشكلاط باش كتعطينا تحلية بالشكلاط. يعني كناخدو هاد الكريمة نديروها طبقة ثانية فوق من الكيك. ومن بعد هنايا انا زينت يعني كيكون التزيين اختياري، هنا انا زينت بالطبقة المقرمشة عندنا فيها 100 غرام ديال الشوكولاط، الاحسن يكون الكوفرتور مذوب في الباناري، كنزيدو عليه 100 غرام ديال الكحاليني ديال اللوز، دائما كنحركو يعني اغفو، يعني كنذوبو داك الشوكولاط كنخلي كنحيدو وكنزيدو عليه 100 غرام ديال البخاليني وكنزيدو 100 غرام ديال الفيوتين، كنفرشو فوق من واحد البابيي سو الفريزي وكندخلو للتلاجة حتى كيشد لينا فراشو مزيان، وكنفرتشو وكنزينو به هاد التحلية ديال الكيك مع البافاروا ديال الفاني. اييه حتى هو كيجي تحلية رائعة. يعطيك الصحة، اختارتي لنا لديسير اللي هما ساهلين وراقيين في نفس الوقت بمذاقات مختلفين. صراحة كيعجبو الدراري بزاف وكيعجبو حتى يعني كيكونوا صيفيين كنوعوا بشي حاجة اللي هي بسيطة وبلا قاعدة بلا حتى حاجة.